الدوري الأوكراني الممتاز، حيث أنقذ لاعب حياة لاعب في الفريق المنافس. الحادثة تتعلق بلاعب دينامو كييف أوليغ جوزيف الذي سقط بعد اصطدامه بحارس مرمى دينيبرو خلال مباراة الفريقين في الدوري. جوزيف فقد الوعي تماما وكاد أن يبتلع لسانه، ما كان سيؤدي إلى وفاته، لكن لاعب دينيبرو جابا كانكاف تدخل سريعا وقام بالإسعافات الأولية التي أنقذت حياة جوزيف الذي تم تحويله مباشرة إلى المستشفى بعد الحادثة. Смотри, он уже ловит мяч и все равно колено несет, понимаешь? Он мог просто его поймать, вот и все, и столкнуться, с, даже мог и не столкнуться. Это видео нашей камеры, которая была рядом с эпизодом, и мы видим, как быстро среагировали. В первую очередь, смотри, как Наполеон. Что важно, игроки соперника, футболисты Днепра. Смотри, Наполеон, чтобы люди знали,